حلوة الصلاة على النبي وآله، والما يصلي على النبي مالي أنا وماله. يلا قولوا ودي زاحف للحضرة، وصل وطوف من قبره. من اللي تعبت أنا هالوجيه، من اللي تعبت أنا هالوجيه. عني شوقي 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 قاسي قاسي، والله 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 يديك براسي، ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة، ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة. من اللي تعبت أنا هالوجيه، من اللي تعبت أنا هالوجيه. ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة، ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة. من اللي تعبت أنا هالوجيه، من اللي تعبت أنا هالوجيه. تعبت انا هالوجيه، انا اللي تعبت انا عفتان. شوقي 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 قاسي قاسي، والله 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 يديك براسي، ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة، ودي زاحف للحضرة أصل وطوف القمرة. من اللي تعبت أنا هالوجيه، من اللي تعبت أنا هالوجيه. الشيخ الجليل أبو سداد وكل الأخوة الموجودين، أول شيء إشهار الزواج هذا جانب مهم، هاي سنة النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجانب الآخر أن هم نشوف أهلنا وقرائبنا وهم مجال، لأن تدري صارت مشاغل الدنيا كثيرة، مرات نستغل هذه الفرص حتى أول شيء يصير تواصل بين الناس وبين أهلنا وقرائبنا وشبابنا، وهماتين هي فرحة وهم نشاركهم الفرحة. أنا بالنسبة لأولادنا أحمد إن شاء الله هي بنت عمه، وإن شاء الله هي الله يتمم على الخير. صلى الله على خير خلقه المصطفى الأعظم محمد وآله الميامين. من قال بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله تبارك وتعالى جمع بين
قضيتين، وهاتين القضيتين متلازمتين لا تنفك أحدهما عن الأخرى، وهذا ما نصه القرآن الكريم. القرآن الكريم واقعا يشرع لنا قانون كيف يبدأ الإنسان بالحياة الزوجية. بداية الحياة الزوجية هو الطلب من الله تبارك وتعالى، نطلب من الله، والذين يقولون ربنا هب لنا، يعني اعطنا، وفقنا، وفر لنا، سبب لنا الأسباب. والذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، إذا طلبنا من الله تبارك وتعالى يترتب وتعالى المجيد وسنة النبي وآل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قصدناكم في هذه الساعة المباركة وهذا المكان المبارك، وأنتم أهل أن تقصدون، ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يكون الجواب هو القبول. فضل الصلاة على محمد. البيت هذه بعث، يعني وانت تفصل وانت تخيط، طلعت من بيت ابوها راحت البيت اهلها وخلاص. بكره الفاتحه وشايفين الخير ان شاء الله. ابقى لي امك رايد، بس اسمك بالقلب ذي رب علي يا شاهد، رب علي يا شاهد. مجنون احبك وايد، ابقى لي امك رايد، بس اسمك بالقلب ذي رب علي يا شاهد، رب علي يا شاهد، رب علي يا شاهد. مليت حبت انا هالوجيه، تصوير ومونتاج حيدر ماجد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد وحصري.